بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في محاضرة مهمة جدا بعنوان البروسيلا. في هذه المحاضرة إن شاء الله حنتكلم عن المحاور التالية. حنتكلم على الجنرال فيتشرز للبروسيلا، المورفولوجي والكلتشر، ثم حنتكلم على الباثوجينيسيس، وحنتكلم على اللاب دياغنوسيس، ثم حنتكلم على التريتمنت اند البريفنشن. اول نقطه عاوزين نعرف الجنرال فيتشرز لجينس المهم جدا اللي هو البروسيلا. اول صفه ان هذه البكتيريا هي جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي، فبالتالي احنا نقول عليها انها شورت، ولانها شورت نقول عليها جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي. الصفه الثانيه هذه البكتيريا ايروبيك، فبتحب الاكسجين وبالتالي بتنمو في وجود الاكسجين ونقول عليها ايروبيك. الصفة الثالثة ودي أهم ما يميز هذه البكتيريا إنها facultative intracellular pathogen، وهي التي تعمل الديزيز، وهي اللي تعمل هذه المشاكل. هذه الصفة بمعنى أنها قادرة البكتيريا أنها تعيش inside the cell، فبالتالي نقول facultative intracellular pathogen، أهم صفة على الإطلاق في جينس البروسيلا. الصفة الرابعة أن في four species or biophars. ما معنى بايوفارز؟ معناها ان الجين حقهم واحد لكن في خلاف في البايوكيميكال رياكشنز. من هم هذول الفورز؟ اول امر اللي هي البروسيلا ابورتس اللي بتصيب الكاتل، ثاني واحده اللي هي البروسيلا ميليتنسس اللي بتصيب الجاوت والشيب اللي هم الماعز والخرفان، ثم ثالث واحده اكرمكم الله هي البروسيلا سويس اللي بتصيب الخنازير، واخر واحده اللي هي البروسيلا كانس اللي بتصيب الكلاب اجلكم الله. اذا في فور سبيشيز، في بتصيب الكتل، بتصيب الجاوت والشيب، وبتصيب البيك، وبتصيب الدب. الصفه الخامسه انها ان الديزيز اللي تعمله هو زونيتك ديزيز، يسمى بروسيلوزيس. يسمى بروسيلوزيس لما يصيب الهيومن، لكن هو في الحقيقه هو زونيتك ديزيز. ما معنى زونيتك ديزيز؟ انه اساسا يصيب الانيمالز اساسا لكنه ينتقل الى الانسان. هذه الصفه المهمه. الصفه السادسه والاخيره من الجنرال فيتشرز ان البروسيلوزيس في الانيمال تعمل ابورشن، لكن في الهيومن ما تعمل، في الفيميل ما تعمل اي ابورشن، فقط تعمل ابورشن في الانيمال. اذا هذه ست صفات اساسيه لجينس البروسيلا. تعالوا نشوف المورفولوجي. المورفولوجي لهذه البكتيريا هي عبارة عن جرام نيجاتيف زي ما قلنا كوكو باسيلاي، ومعها ثلاث لاءات: نان موتايل، نان كابسوليتد، نان سبور فورمينج. النقطة الثانية الكالشر. البكتيريا دي لأنها بتوجد في الدم فإحنا نعمل بلاد كالشر، وصفات البلاد كالشر لابد إنه البكتيريا أكيد إيروبيك، وكمان لابد تكون الريتشد يعني بكتيريا غنية، الوسط اللي حتنمو عليه غني، بالإضافة لأنها تحتاج 10% الكربون دايوكسيد، بالذات اللي هي البروسيلا أبورتس. النقطة الثانية في الكالشر إنها سلو جروور، بعاوزة مدة طويلة عشان تنمو، تصل إلى 6 أسابيع. النقطة المهمة في الكالشر، في عالم أسباني شهير اسمه كاستانديا. كاستانديا هو عمل ميديا فسماها كاستانديا اللي هي باي فيس. فكرتها إبداعية وفكرتها حلوة جدا، يروح يجيب البروث وكمان في نفس الوقت يخلي في الميديا سوليد ميديا. فإيش فكرتها؟ عشان يقلل الكونتامينيشن، فيروحوا يحقنوا البلد في البروث، وبعد مثلا أسبوع أسبوعين يميل البروث ذا، فحيروح على السوليد. فلو في جروث حصل في البروث حيكون موجود في السوليد. ففكرتها كانت رائعة جدا، لكن لانه دخل الباكتيك سيستم والفايتك سيستم، فبالتالي ما حدش بيستخدم هذه الميديا. فاحنا نستخدم الباكتيك سيستم، نعمل بلاد كالشر، وزي ما قلنا عاوزه 6 ويكس عشان تنمو، وزي ما قلنا احنا انه في لما نحطها في الباكتيك سيستم حيكون في الارم انه او سنسور يعطي الارم انه في جروث، فبالتالي لما السنسور ذا يطلع نروح ناخذ البوتلز دي ونعمل ساب كالشر. لما نعمل ساب كالشر نعملها على 4 أطباق، ممكن نعملها على بروسيلا بلاد أجار، ونعملها على اللي هو البرين هارت انفيوجن، ونعملها كمان على التريبتيكيز سويا أجار، ونعملها كمان على التشوكلت أجار. أي واحد من الأطباق دي ممكن نعمل ساب كالشر عليه.
تعال الآن نشوف إلى نقطة مهمة اللي هي الباثوجينيسيس، وهي نقطة في منتهى الأهمية. أول نقطة في الباثوجينيسيس اللي اكتشفها هو عالم اسمه ديفيد بروس، واكتشفها في جزيرة مالطا، وسماها مالطا فيفر على اعتبار أنها اكتشفت في هذه الجزيرة. ومن المفارقات العجيبة أنه هو مات وتوفى بالبروسيلوزيس في عام 1887، يعني تخيلوا اكتشفت قبل 135 سنة. فالنقطة المهمة أنه خلد الديزيز باسم صاحب اكتشافها. فلو تلاحظوا البروسيلوزيس هي جاية من اللي هو ديفيد بروس، جاية من اسمه. غير كده هذا العالم شهير على فكرة، هو اكتشف اللي هم في الطفيليات التريبانوسوما بروسي، واللي اكتشفها هو العالم ديفيد بروس. فدي اللي بتعمل ديزيز نسميه بروسيلوزيس نسبة للعالم اللي هو ديفيد بروس. تسمى كمان اندولانت فيفر. ليش تسمى اندولانت فيفر؟ اللي هي الحمى المتموجة، يعني تطلع درجة حرارة إلى 39 وتظل أسبوع، وتنزل إلى 37 تظل أسبوع وتطلع مرة ثانية، فسموها الحمى أو الاندولانت فيفر، الحمى المتموجة. كمان لها اسم آخر يسموها الروك فيفر أوف جبرتار. جبرتار اللي هو جبل طارق، يعني صخور جبل طارق اكتشفت فيه كمان البكتيريا وتسمى بهذه التسمية. أيضا تسمى كمان حمى البحر الأبيض المتوسط على اعتبار أنها موجودة في المناطق المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط. طيب تعال نشوف الباثوجينيسيس خطوة خطوة. المود اوف ترانسميشن، اول مود اوف ترانسميشن هو الانجيشن لاي كونتامينيشن ميلك اور ميلك برودكت. لو حد خاصه في الريف يعني بيحلبوا اي بقره مصابه، او قضيه الماعز مصابه، حيحصل انه حيكون البكتيريا موجوده في الملك او مشتقاتها، اجبان او غيرها. هذا واحد من اهم المود اوف ترانسميشن. المود اوف ترانسميشن الثاني المهم اللي هو الكونتاكت، والكونتاكت ده في الحقيقة هو ما بيصيبش إلا اللي بيشتغلوا اللي هم الجزارين أو الناس اللي بيحملوا عملية الكاتلز بشكل عام، وفي أي أبريجن في السكين حقه، وبالكونتاكت ده حصل البكتيريا إنها حصل لها انتري. أو الأطباء البيطريين، دول هم أكثر ناس اللي حينصابوا بقضية الكونتاكت. القضية الثالثة المهمة جدا في قضية المود اوف ترانسميشن بالإنهيليشن، انه خاصه لما نعمل هاندلنج للبروسيلا في الكالشر ننميها. الهاندلنج ده واحد من اخطر المود اوف ترانسميشن. النقطه المهمه ان ما في هيومن تو هيومن ترانسميشن، بمعنى اخر ما يمكنش انه شخص مصاب بالبروسيلا يعدي شخص اخر، ما يمكنش تنتقل الا بالثلاث طرق اللي قلنا عليهم، بالانجيشن، بالكونتاكت، بالانهيليشن. هذه نقطه مهمه جدا. الان تعالوا نشوف الخطوات الباثوجينيسيس اللي حتحصل. إذا أول شيء حيحصل مود اوف ترانسميشن زي ما قلنا، بالإنجيشن، بالكونتاكت، بالإنهيليشن. النقطة الثانية إنه على طول البكتيريا حتروح توصل لأي ريجنال ليمف نود. لما توصل للريجنال ليمف نود حيحصل لها مالتبليكيشن، وحيحصل بروليفريشن للبكتيريا دي، وحيصاحبها أكيد ليمف أدينوباثي. بعد كده حتروح البكتيريا عن طريق الليمفاتيك او عن طريق الثوراسيك داكت، حتروح الى البلد، وحتعمل بكتيريميا، وحتكون البكتيريا موجوده في البلد. النقطه الثالثه، البكتيريا دي تحب بشكل كبير انها تروح للريتيكولو اندوثيليال سيل، للريتيكولو اندوثيليال سيستم، مثلها مثل قضيه بكتيريا السالمونيلا اللي بتعمل انتريك فيفا، فتروح الى عمليه الليفر، الى عمليه السبلين، الى البون، حتستوطي هناك وحتعمل مشاكل. تعالوا نشوفها. لما توصل الى الريتيكولو اندوثيليال سيستم، في الماكروفيج موجود في الريتيكولو اندوثيليال سيستم. الماكروفيج حتعمل انجالفمنت، حتاخذ البكتيريا دي، لكن للاسف الشديد مش حتقدر تعمل كيلينج لها، فحيحصل ريزيست للفاجوسايتوزيس. ومش كده وبس، حتبدا البكتيريا تعمل مالتيبليكيشن وذن الفاجوسايت نفسها، حتبدا تتكاثر. طيب ليش حصل ريزيست للفاجوسايتوزيس؟ لانه البكتيريا دي اللايبوبوليساكرايد حقها سموث، فبالتالي يعمل منع، ما يخليش الفاجوسوم يلتصق باللايسوسومال جرانيولز، فبالتالي يحصل انهيبيشن للفاجوسوم فيوجن. وبالتالي خلاص، ما دام حصل انهيبيشن للفاجوسوم فيوجن مش هيحصل عمليه الكيلينج. النقطة الخامسة انه بعد كده حيحصل جرانيلوما فورميشن، لانه الاميون سيستم عبر السيل ميديت اميونيتي
حيبدا يعمل عمليه بروليفريشن واتراكشن للليمفوسايت للماكروفاج، حتتجمع الخلايا هذه كلها وحتحط بالاورجانيزم وحتطلع سايتوكاينز فحتتكون جرانيلوما. النقطه المهمه جدا انه اثناء ما تكونت الجرانيلوما انه في انترميتنت ريليزنج للباسيلس فروم جرانيلوما بالشكل ده، تطلع مثلا تطلع شويه كل شويه ورمت بالباسيلس، هذا انها كل شويه وتخرج باسيلس، هذا حيؤدي الى ما نسميها بالريكارنت فيفر والشيلز، يعني حيحصل انه كل شويه طلعت الحمى اللي قلنا عليها اندولنت فيفر نتيجه لها بتطلع من الجرانيلوما بتطلع باسيلس، فحيؤدي الى اللي ما نسميه بالاندولنت فيفر. النقطة السادسة ايضا مهمة جدا ان البروسيلا ميليتنسس هي المور اكيوت بتعمل مور سيفير. طيب تعال نشوف الديزيز او الكلينيكال مانيفستيشن اللي حتحصل. الكلينيكال مانيفستيشن هو عبارة او الديزيز حيكون في معنى اكيوت بروسيلوزيس ناتج عن وجود البكتريميا اللي ممكن الانكوبيشن بيريود حقها من اسبوع الى 6 اسابيع. ايش اللي حيحصل؟ اول شيء حتحصل ارتفاع في درجة الحرارة مستمرة، نسميها فيفر او نسميها فيفر اوف انون اوريجن. النقطة الثانية حيكون في نايت سويت، في تعرق ليلي. النقطة الثالثة حيكون في انوركسيا، ثم حيكون في ملايز، وبعد كده حيكون في اللارجد في الليمف نود، وهذا امر طبيعي لانها بتروح للريجنال ليمف نود وحيحصل ليمف ادينوباثي. كمان لانها حتروح للريتيكولو اندوثيليال سيستم فحيحصل حتروح للليفر وحتروح للسبلين فحيحصل هيباتوسبينوميجال. هنا الامور طبعا ممكن تشخص وتتعالج، لكن لو ما شخصتش حتروح او تعالجت حتروح للكرونيك. وفي الكرونيك وجود الفورميشن اوف جرانيلوما اللي حصلت دي هتبدا ما نسميها احنا بالاندولنت فيفر او الانديوليتنج فيفر. كيف يعني؟ مش قلنا قبل شويه انه هي جرانيلوما بتعمل ريليزنج للباسيلس، فبالتالي بتخرج العصيات دي اللي قلنا عليها هي كوكو باسيلاي، بتخرج وبتعمل ما نسميها بالاندولنت فيفر. الموضوع ده لو ما تعالج كمان حيروح الى كومبليكيشنز خطيره جدا. هذه الكومبليكيشنز انه الجرانيلوما دي ممكن يحصل استيومالايتس، يحصل ارثرايتس، يحصل سبوندلايتس، يحصل اندوكاردايتس، يحصل مينينجايتس، فحتكون الكومبليكيشنز مور سيريس. فيما بعد تعالوا نشوف اللاب دايجنوسس، كيف نشخص هذه البكتيريا. عشان نشخص هذه البكتيريا او نشخص هذا الديزيز اللي هو بروسيلوزيس لابد ان احنا ناخذ البلد عشان بلد كلتشر، وناخذها ديورنج الفيفر، ممكن ناخذ عينه بون مارو، ممكن ناخذ ليمف نود بايوبسي، وناخذ سيرم عشان السيرولوجيكال تيست. اول شيء نعمل الدايركت ديتكشن. الدايركت ديتكشن اول امر الجرام ستين هنا يوزلس، مالوش معنى، انه ما فيش اي فايده انك تعمل عمليه جرام ستينينج من بلد، فمالوش معنى خالص. النقطه الثانيه انه ممكن نعمل دايركت ديتكشن بقضيه ان احنا نشوف الدي ان اي حق البكتيريا عن طريق الريال تايم بي سي ار. الكالتيفيشن، كيف نعمل كالتيفيشن لهذه البكتيريا؟ احنا زي ما قلنا انها عاوزه الريتشد ميديا، وهي كمان ايروبيك، وكمان 10% الكربون دايوكسيد، بالذات البروتياس ابورتس البروسيلا ابورتس، وبالتالي كمان هي كمان يكون في بالنا انها سلو جروور. طبعا هناخذ البلاد كلتشر، وزي ما قلنا حنعملها في الباكتيك سيستم، ولو ما يحصل انه حيحصل الارم او السنسور ذا حيعطي الارم، بعدين نعمل سب كلتشر في الاطباق اللي قلنا، واحد من الاطباق اللي قلنا عليها، سواء البروسيلا بلاد اجار او سواء البرين هارت انفيوجن او سواء التريبتيكيز سويا اجار او التشوكلت اجار. طبعا حتنمو حتعطي كاركترستيك اللي يسموها بين بوينت وسموث وانتاير ترانسلوسنت، يعني شفافه، وكمان نان هيموليتيك. وبعدين نعمل بايوكيميكال رياكشن عشان نتاكد انها البروسيلا. لكن النقطه الخطيره جدا والمهمه، هذه البكتيريا ما تزرع في المعامل العاديه، عاوز لها معمل بمواصفات البي سي 3، لابد يكون له في بروكوشنز معينه ولو ريكوايرمنتس معينه، لابد حتى نزرع عمليه البروسيلا. ولا تنسوش ان احنا قلنا في الترانسميشن، في المود اوف ترانسميشن، انها تنتقل بالانهيليشن، فبالتالي ما تنزرعش، ما حدش يزرعها في اي لاب، لابد لها بروكوشنز خاصه ولابد لها معمل بمواصفات او بمتطلبات البي سي 3. تعالوا الان نشوف السيرولوجيكال تيست. السيرولوجيكال تيست فيها نقطه مهمه جدا، ما يمكنش تطلع الانتي بوديز الا بعد 2 ويكس، فبالتالي لو واحد بدا من الاسبوع الاول وبدت عنده حراره، لو اخذنا وعملنا له سيرولوجيكال تيست حتطلع نيجاتيف وهو الشخص مصاب، فلا بد ننتظر الى بعد الاسبوعين
عشان تكون السيرولوجيكال تيست لها بينيفيت. اول تيست مهم في السيرولوجيكال تيست يسموه ستاندرد تيوب اجلوتينيشن تيست ويسموه ستات. ده بيعمل ديتكشن للاي جي ام والاي جي والاي جي جي وكمان الاي جي اي. احنا بنعتمده هذا اذا كان اكثر او اكثر من 160 اور مور التيتريشن. بس في نقاط مهمه جدا عشان نحقق هذا التيست اللي هو الستاندرد تيوب اجلوتينيشن تيست. اول نقطه انه لابد يتعمل وايد رينج من الدايليوشن او السيرم دايليوشن. تخيلوا يصل الى 1/5120 التخفيف. فالتخفيف لابد يكون وايد رينج. ليش؟ لانه احنا لما نخفف نجي نشوف انه في الصف الاول 3-4 تيوب الاولى يكون العينه نيجاتيف، وبعدها تبدا العينه تظهر بوزيتيف، وبعدها ترجع مره ثانيه نيجاتيف. ليش حصل هذا الموضوع؟ حصل لظاهره تعملها البروسيلا يسموها بروزون فينومينا. كيف البروزون فينومينا؟ معناها في البدايه اللي ظهر النيجاتيف انه هنا الانتي بوديز عددها كبير جدا مقارنه بالانتيجين، فما حصلش عمليه بالانس، فبالتالي ما حصلش الاجلوتينيشن. وحصل هنا الاجلوتينيشن في المنطقه الثانيه لانه في بالانس بين الانتيجين اند الانتي بوديز. وكمان اختفى الاجلوتينيشن في التيوبز اللي بعدها. ليش؟ لانه اساسا هنا العكس، الانتيجين عدده كبير والانتي بوديز قليل، فبالتالي مش حيحصل اجلوتينيشن. ولذلك مبرر ان احنا نعمل وايد رينج على اساس ظاهره البروزون بينمنا. هنا شايفين انكريز انتي بوديز، وهنا الانتي بوديز يساوي الانتيجين، وهنا الانتيجين هو اللي زايد. فبالتالي هنا في النيجاتيف بالتاكيد الانتي بوديز اكثر بكثير من الانتيجين، فمش حيحصل اجلوتينيشن. في البوزيتيف هنا الانتيجين يساوي الانتيجين، الانتي بوديز يساوي الانتيجين، فحيحصل اجلوتينيشن. في التيوب الاخيره هنا الانتيجين عدده كبير جدا والانتي بوديز قليل، فمش حيحصل الاجلوتينيشن. الامر الثاني في الستاندرد تيوب اجلوتينيشن تيست لابد نعمل كومب تيست. ليش كومب تيست؟ لان الكومب تيست عنده قدره انه يعمل ديتكشن للانكمبليت انتي بوديز من نوع اي جي اي. يعني لو في السيرم حق المريض اي جي اي، الاي جي اي لما ترتبط بالانتيجين ترتبط بذراع واحد وليس بالذراعين. فارتباطها بالذراع الواحد ما تخليش الاي جي ام والاي جي جي يرتبطوا، فما يظهرش اجلوتينيشن. ولذلك نروح نعمل كومب تيست علشان لربما انه الاي جي اي هو اللي ارتبط. فما معنى كومب تيست؟ نروح نعمل اللي هو انتي هيومن جلوبولين نجيبه، فحيربط بتوين التو انتي بوديز ويظهر الاجلوتينيشن فيما لو كانت اللي هي الانكمبليت انتي بوديز اللي هي الاي جي اي موجوده. لكن طبعا بالتاكيد افضل من هذا وذاك ان احنا نروح نعمل إلايزا على طول، بإلايزا مباشره، ونخرج من هذه المشاكل قضيه البروزون فينومينا، ونعمل إلايزا ونعمل ديتكشن للاي جي ام وللاي جي جي والاي جي اي. كمان في تيست حلو برغم انه سكرينينج تيست، لكنه تيست حلو، نعمل سلايد اجلوتينيشن. وهذا السلايد اجلوتينيشن ما يتاثرش خالص بالبروزون فينومينا. فكيف نروح نجيب؟ يا انه في شركات مصنعه تجيب الانتيجين وتحط انت الانتي بوديز من السيرم حق المريض وتشوف لو في اجلوتينيشن تعتبر بوزيتيف، او نروح نجيب انتيجين احنا ونجيب الانتي بوديز حق المريض ونعمل عمليه اللي هي الميكسينج، فحيحصل ما نسميه اذا كان مصاب الاجلوتينيشن. التست الاخير في اللاب دياجنوسيس يسموه البروسيلين تيست. والبروسيلين تيست ذا سكن تيست، وهو ديليد، بيعمل ديليد هايبر، بيكتشف الديليد هايبر سنسيتيفيتي مثله مثل التوبركلين تيست. بنروح نحقن البيشنت انترا ديرمال، فلو متحسس الليمفوسايت حقه بالبروسيلا انتيجين حيحصل بروليفريشن وحيحصل انديوريشن، نفس التوبركلين تيست تماما، فهذا ممكن نلجا له. النقطه او المحور الاخير اللي هو تريتمنت اند البريفنشن. بالتاكيد احنا ننصح الناس دائما ما يشربوا اي حليب ما هوش مبستر، او حتى في اسوأ الظروف انه يكون على الاقل يغلى. هذه النقطه الاساسيه. النقطه الثانيه في البريفنشن انه يفترض انه الحيوانات انها يحصل فاكسين، والفاكسين متوفر، لايف اتنويتد فاكسين متوفر للكاتلز، فيفترض انها تعطى الفاكسين عشان ما تنصابش بالديزيز، وبالتالي احنا ما نصابش به. النقطه الثالثه طبعا بالنسبه للتريتمنت، التريتمنت هنا لابد من prolonged treatment and combination. ليش؟ لأمرين، لأنه هذا الديزيز حيتحول إلى chronic، وكمان intracellular اللي هو facultative intracellular. فاحنا تخيلوا عاوزين 6 أسابيع في التريتمنت لهذين السببين. ليش المدة طويلة؟ لأنه الديزيز بيعمل chronic وكمان intracellular، بيعيش داخل الخلايا.
التريتمنت اللي بنعمله بنعمل دوكسيساكلين وستريبتومايسين، او كمان بدل الستريبتومايسين ريفامبايسين، او كمان بدل الستريبتومايسين جنتامايسين. طبعا في الاطفال ما بيعطاش الدوكسيساكلين، يعطى عمليه الريفامبايسين يعطى بالنسبه للاطفال. كنت معكم فيما مضى من الوقت حول محاضره البروسيلا، وتكلمنا عن الجنرال فيتشرز وعلى المورفولوجي وعلى الكلتشر وعلى الباثوجينيسيس، وتكلمنا عن الدياجنوسيس والتريتمنت والبريفنشن. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.